حابش نوريكم كيفاش تنظف الكرشه بالاسبرين، واللي قاعدين يشكوا في الحكايه هذه ابش يشوفوا بعينيهم من غير لا تقاقيش بسكينه ولا حتى شيء. ها كيما تشوفوا هي سخونه شويه، اما ها بيدي تتنحى جيست خاطر سخونه شويه. ها من غير لا سكينه ولا حتى شيء تخرج بيضه تللش. كيما تراو ها من غير لا سكينه لا حتى شيء، ولا سبيرين ما فيهاش لا مضره ولا حتى شيء. لحظه وتكون نظيفه. عايش قاوكم يا جماعه.